السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا، من الملف الأول، استشرت ظاهرة السلب والنهب والاستيلاء على الممتلكات ليست فقط الخاصة بل العامة بذريعة الاستثمار، مع خراب الجهاز الإداري وبروز ظواهر أخرى مثل الرشوة والتزوير والموظفين الفضائيين المسجلين في الكشوفات الرسمية لمجرد تقاضي الرواتب من دون أي خدمة حقيقية. طبعا يظل الأخطر في رأي العديد من العراقيين أن عمليات الفساد والنهب في العراق جرى تقنينها وتحويلها إلى نظام مؤسسي بعد الاستحواذ على دوائر رسمية مخصصة لخدمة المواطنين تحت شعار الاستثمار. في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قارة اعتصم عدد من شباب منطقة المنصورية داخل ساحة لكرة القدم اللي تعتبر بالنسبة لهم المتنفس الوحيد بعد قرار بلدية الناصرية إزالة هذه الساحة ومنحها لأحد المستثمرين، وهي الطريقة اللي يتم بها بيع أراضي الدولة بذريعة الاستثمار. المعتصمون ذولا نصبوا خيم الاعتصام وسط الساحة حتى لا يتم إزالتها، لكن مع هذا وبفضل ضعف القانون وقوة المتنفذين تم إزالة خيم المعتصمين عن طريق أتباع الأحزاب، حيث قاموا بإحراق الخيم لإجبار المعتصمين على المغادرة حتى يباشرون في مشروعهم الاستثماري. خلونا نشوف هذه اللقطات من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. منصورية، على الملعب الرياضي اللي تابع المنصورية. اليوم جاي يبنون الجماعة، يعني وصلت مرحلتهم للبناء، واعتصامات مفتوحة، وهاي الشباب هسه بهذا البريد شوفت عينكم بالليل، وهاي جاي يشتغلون، اعتصام مفتوح الحين تحقيق المطالب. المطلب هو بسيط، ملعب رياضي وينتهي الموضوع. بعدكم مكلبين على موضوعكم، هاي العالم ما تطلع منه نهائيا، تقولون لا. يجي مفاوض هنا وتجي اللجنة وتحدد على اساس هم ما عندنا، باكر اللجنه تجي يرسمون الارض يعني المخصصه للملعب وينتهي هذا الموضوع. 12 بالليل، ناس مجهولين، عدقوا خيمه اعتصام منطقه المنصوريه، هذه منطقه المنصوريه، داخل الملعب المعتصمين الرياضيين واهل المنطقه، وهاي وصول الاطفاء، يعني ما نعرف شنو جاي يسوونه فوق، ما يعني يحمونه الدوله او غيرها او دوله تسمعنا، لا على مود مصالحهم مستعدون يضرون مواطن، مستعدون كل شيء يسوون على سفال. الساعه 12 بالليل القوا خيمه الاعتصام، شنو اللي مسوينه؟ شنو الذنب اللي ارتكبناه؟ احنا ناس اصحاب حقوق شباب. استمر ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع ثاني، الى محافظة النجف وتحديدا إلى مدينة العاب داخل محافظة النجف. تم التجاوز على محيط هذه المدينة بشكل تدريجي حتى وصل هذا التجاوز إلى أن تقلصت مساحة مدينة الألعاب، وهي المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة المحيطة. وبين أحد سكان المدينة أن البناء أصبح ملاصقا لمدينة الألعاب، حتى وصل البناء إلى أحد أو إلى إحدى الألعاب الموجودة داخل هذه المدينة، في تجاوز متعمد على كل ما هو ملك للدولة أولا، وأيضا على المتنفسات الوحيدة للعراقيين، خاصة وأنها قليلة في المحافظات، وذلك بذريعة الاستثمار وغير الاستثمار، كلها تجاوز على الأملاك العامة. الحكومة ساكتة تشاهد ولكن لا تتحرك، لأنه يد المتنفذين ويد الأحزاب أقوى من القانون وأقوى من الحكومة المشكلة. خلونا نشوف. السلام عليكم، هذا الفيديو لمجلس محافظة النجف الجديد. هذا دولاب الهواء،
وهاي بناية بصفه. شوفوا البناية لوين واصلة، شبقة من مدينة الألعاب. طيب مشاهدينا، خلينا ننتقل أو خلونا ننتقل إلى موضوع التعليقات المتعلقة بهذه المقاطع. عندنا تعليق من إبراهيم يقول: هو البلد كله أحاله للاستثمار والبوق، مجموعة حرامية وصار عندهم كنز. في تعليق من ليث يقول: بالموصل شوارع عامة راحت استثمار، وشوارع أخرى تم تقطيعها وتوزيعها قطع سكنية للمسؤولين. هذا أحد شهود العيان من مدينة الموصل يقول ما شاهده في مدينة الموصل. كريم يقول: ما يسمى الاستثمار بعد 2003 دمر العراق ونهب أراضي المحافظات، لم يبقى متنزه ولا ساحة خضراء في منطقة راقية إلا واستحوذوا عليه. عندنا تعليق من أحمد يقول: هو العراق كل مبيوع أرضه وناسه. هكذا يرى أحمد. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام عندنا في هذه الحلقة. من مشاريع الإعمار الوهمية اللي تصرف عليها المليارات لكن دون أي تغيير على الواقع الخدمي، تحدث ناشط من مدينة الناصرية ورصد أيضا الإهمال الكبير في جسر إبراهيم الخليل، حيث لا يزال هذا الجسر غير معبد يعني ما مبلط، وتنتشر فيه المطبات، وأن الإعمار اقتصر على وضع أعمدة إنارة فقط، هذا إن كانت أصلا تعمل في الليل بحسب ما ذكر بعض شهود العيان. خلونا نشوف. الفيديو اللي وضحت فيه اليوم انا موجود بالتحديد على جسر ابراهيم الخليل. طبعا تفاجئت انا الصراحه، وانا كوني زيت قليل على هذا، تفاجئت هذا الجسر ما مشمول لا صيانه ولا تبديل مطبات ولا محجر. زين انت طلعت اربع مشروع، احنا هسه الشركه المنبذه يقول لك انا رجال منبذ، الدار المستفيده هل يا ترى انت اليوم بالرفع التسعير او تندر؟ ماشي ملت لا اكساء ولا تبديل مطبات ولا محجر، مجرد اناره وجزره وسطيه و4 مليار. احنا رسالتنا لرئيس الوزراء، انت جيت الناصريه، انا اعطيك اياها وجهه نظري كابناء الشارع الديكاري، كانت زيارته غير موفقه لاسباب. السبب الاول ما التقيت بالناس اللي هم صوتهم موجود واللي هم جاي يلاحظون السلبيات اللي موجوده على المشاريع. اثنين، انت بنجي دائما احنا للاسف الشديد مسؤولين ما يحسبوا عليه، اللي يجون الناس يضربون فطه القبيله المندلاوي والكاظمي الى اخره. اليوم السوداني هم حذوتهم ياكل فطح ويروح هواي مشاريع. يعني صوب الجزيره بصوره عامه لا موجودين جراج داخلي، لا مجسر ابراهيم الخليل كامل، شارع ابراهيم الخليل اللي ذبحونه ذبح به شارع اليهود، هذه ضاوله هاي سيارات تتكسر بسبب هاي المطبات. نكمل ويا هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. إلى مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوب العراق، وتحديدا من قضاء عفك اللي يعتبر من أكثر المناطق مأساوية ومعاناة داخل هذه المحافظة، حيث شوارع القضاء لم تشهد أي إعمار في ظل تناوب مجالس المحافظة والنواب على المدينة لكن من دون أي إنجازات تذكر. وراح تشوفون في المقطع الآتي مشاهدينا الكرام أنه أحد الشوارع في القضاء لا ينفع لمرور السيارات، ويقول أحد المواطنين اللي وثق المقطع أنه شوارع المدينة تحولت وأصبحت للعربات اللي تجرها الأحصنة لأنه السيارات ما تقدر تمشي بيها. تخيل لو إحنا بعام 2024 وسيلة النقل المستخدمة في أحد المناطق في العراق هي العربات التي تجرها الأحصنة. خلونا نشوف. هاي محافظة الديوانية قضاء عفك، هاي شوارع محافظة الديوانية قضاء عفك، اجت حكومة وراحت حكومة واجوا مسؤولين وراحوا مسؤولين. ناشدنا 100 مرة عن هذا الشارع، هذا قريب عن الملعب، شارع عام مدخل قضاء عفك باتجاه فلكة الدلال يم المدرسة، مدرسة متوسطة بابل، حتى الآن ماكو. هن هاي قسات بلطو الشارع هذا، بلطو صلحوا هاي القسات. سنة 2024 الناشد على الشوارع والقسات بمحافظة الديوانية المنكوبة. اليوم 8/2
2024 وهاي شوارع الديوانية. هاي شوارع محافظة الديوانية سنة 2024. تحجون صديق، يعني سابقا ناشدت عن هذا الشارع، المسؤولين السابقين بقضاء عفك ما استجابوا، وهي مطالب عامة مو إلية وما استجابوا لها. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ونطلع من قضاء عفك في محافظة القادسية ونروح إلى بغداد العاصمة، مركز الحكومة، مقرات السفارات، المركز الحيوي في العراق، عاصمة هذه الدولة. ازدحام يمتد إلى عدة كيلومترات داخل العاصمة بغداد، سبب تخسفات في جسر الشعلة أعاقت آلاف السيارات وسببت ازدحام، لأنها أصبحت مطب كبير يتسبب بالأضرار للعديد من السيارات، والحكومة واقفة تتفرج. خلونا نشوف. السلام عليكم. هاي طسة على جسر الشعلة، هاي السيارات تجي توقف، طبعا الازدحام وين واصل؟ واصل إلى جسر الدوار مال تاجي، وبعد للمرور من وراء هاي الطسة، وما حد قاعد يسوي. هاي بواع السيارات ما في ازدحام. هاي الطسة بواع. شكرا بارك الله فيكم. مشاهدينا خلونا نتابع التعليقات على هذه المقاطع. عندنا تعليق من محمد يقول: متابعة ماكو، شركات تعمل في القضاء بمزاجيات، لديهم الراحة التامة بعدم وجود إدارة، والسبب واضح، لو كان مهندس مدني خبرته في المشاريع لما أصبحنا قمة المهزلة الإدارية. أحمد يقول: ماكو متابعة، شغلك لاوات. عندنا تعليق من أبو مصطفى يقول: هذا المشروع يباع الواحد، الثاني ماكو مراقبة ومحاسبة قوية، متأخرة البنية التحتية بالعراق كله، الفساد لا ينتهي. عادل يقول: أخذوا الفلوس وطفروا، يمي مدرسة صار 12 سنة على النص وعافوها وطفروا، ملاعب على طريق الناصرية والعمارات قبل الشطرة، هذا جسر أهم هم أضيفة إلهن، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم. هاي التعليقات طبعا مشاهدينا الكرام. خلونا نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي بالنسبة مسلسل السرقات، يعني مو جديد لا على النجف ولا على أي بقعة بالعراق. نعم. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. هاي بدأت بمجرد السقوط في 9/4/2003 وإلى الآن. يعني هاي اللي طلعتوا هسه هذا فجزء يسير بسيط جدا مال مدينة الألعاب، واللي هي صحيح. أصلا ليست مدينة ألعاب، هاي جزء من الحزام الأخضر اللي طوله 6 كيلومترات وعرضه كيلومتر، وباقي عدنان الزرفي لما كان محافظ وانطاه استثمار إلى لبناني لمدة 50 سنة. ما أعرف يعني شون انطاه ما أدري. مدينة الألعاب الأصلية ما بين النجف وكربلاء عن طريق نجف كربلاء. نعم. تعادل هاي مدينة الألعاب حوالي بحدود 30-40 مرة باقوها. باقوا كل الحدائق والساحات العامة بدل ما يشجروها ويسووا متنفسات العوائل، يحكوا لك بالبيئة وقالة البيئة كلها باقوها. بس أريد أسأل سؤال، أريد أسألك سؤال أبو زينب. الحكومة اللي أعلنت على المشروع 14 مليار شجرة في سبيل محاربة التصحر، يعني وين بوادر هذا المشروع، وين بوادر تنفيذه إذا هم مثل ما تفضلت يقضون على المساحات الخضراء، يقومون بإزالة البساتين والمزارع في سبيل إنشاء مجمعات سكنية أو مولات أو من هذه الأمور، شبقى بالعراق من مساحات خضراء أصلا؟ أقول لك يا هاي كومة كلاوات أوبر تقديرية للشعب العراقي. نعم. وما تقدر تحكي، وحتى لو حكيت كل شيء شو تغير. هذول قضوا على جميع يعني بوادر الحضارة والتقدم والتطور اللي تصدقون بها ويحكون بها ويحكوا لك بالبيئة وقالة البيئة. يعني بشرفك بين نجف كربلاء 70 كيلومتر،
تشجير من هذا الكانديس الجابونيا من الخليج، هذا اللي يسبب الحساسية المفرطة ويسبب السرطان. والشجرة الوحيدة اللي تمتص الأكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون الضار. زرعوا لهم يعني ما يطلع عن خلينا نقول فد 1000 2000 شجرة، 3000 روح 10000 شجرة. بالله عليك ب70 مليار. يعني هذا بدل هذا بدل ما يكثفون من زراعة النخيل، اللي احنا البلد اللي المشهور بالتمر وكان عندنا 30 مليون شجرة قبل 2003 صارن 5 بقدرة قادر. تمام، يعني دول باي عقلية دي يديرون هذا البلد يا أبو زينة؟ هذول هم جايك للتدمير بعدة طرق، قطع المياه، الاستيلاء على المساحات الخضراء وتحويلها إلى كافيهات ومراقص ومعارض ومولات ومسابح ودمروا الناس. الأشياء المهمة يعني على رأسها مثلا بناء المدارس. يعني احنا منا احنا أطفال وعينا على الدنيا إلى الآن ما سمعنا في اليوم بدولة أجنبية تبني لنا مدرسة. هي شنو قيمة البناء مال المدرسة؟ هي المدرسة بيض طابقين بس طويل. هاي مدارس عندنا من ضمنها مدرسة الخورنق اللي والدي متخرج منها، مبنية سنة 1932. صار لها 92 سنة طابوق طابوق وجوص ورماد ذيك وياها. والله العلي العظيم وانا دارس بيها فطر ما بيها، هسه تبني لك مدرسة. طيب أنا بس عندي سؤال أخير لك أبو زينب. تتأملون خير أنتم في محافظة النجف من المحافظ الجديد أو مجالس المحافظات؟ راح برأيكم راح يطور من هذه المحافظة؟ راح ينميها، يعمر، يسوي؟ الجواب طبعا لا، لأنه الدليل على ذلك ولأول مرة هاي بسابقة خطيرة تحدث. يعني قبل أن تكون مجلس محافظة ورئيس وأعضاء مجلس محافظة والنواب مالتهم وكذا، ورا شهر شهرين ثلاثة يلا يتم ترشيح عدد من اللي يردون يصيرون محافظين وبالتزكية وبالكذا وبالهذا. طيب هسه ماكو رئيس مجلس محافظة والأعضاء والمحافظ رأسا محسومة. تمام، يعني هم هذول جايين لتدمير البلد مو فقط بالنجف، بكل المحافظات. تمام. شكرا. تدمير البلد بكل معنى الكلمة. قلت لك اكو عندنا مدارس صار لها 20 سنة لحد صحيح. الآن على الهيكل القديم. صحيح. لأنه فشلتها التقييس والسيطرة النوعية. نعم، أشكرك أشكرك أبو زينب، أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. ويانا أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء النور، حياك. يعني احنا بعض المرات نردد كلمة نقول العراق منهوب. فهذه الكلمة منين اجت؟ ما اجت اعتباطا. نشوف انه الناس اللي تدعي التدين تدعي اسمها الاحزاب الاسلامية. استولي على منازل المفروض هذه يقول منازل النظام السابق. تمام. اذا كانت ملك الهم ما يجوز احد يتجاوز عليها. محكومين نعم، جزاءات عليهم ما حد يقول بالقضاء، يعني طبعا اذا كان العداله والقضاء، لكن اذا كانت هي مبنيه باموال الدوله وممنوحه لهم لانهم يشغلون مناصب، اي حق انت كوزير او كرئيس حزب تاخذ هذه الامتاع؟ قالوا هذا النظام املاك النظام السابق وهو مثلهم طبعا نظام. زين، نجي لاملاك الدوله اللي اساسا هي مملوكه لوزارات الدوله، تجي تاخذها باسم داعي الاستثمار، اموال الاستثمار وين تروح؟ الخطط الاستثماريه وين تروح؟ شنو خطط يعني شنو الخطه الاستثماريه اللي اخذت بيها؟ يعني اكو ناس موجوده من الفقر ما عندهم مكان، يروحون يبنون من البلوك ومن التنك يبنون بالفضاء. انت ما تجي تشيلهم غير تامن لهم، انت كدوله تامن لهم يعني تامن لهم سكن؟ غير من تيجي تستثمر الارض اللي قاعدين عليها، وين الاستثمار؟ هي مجرد بيع. هو لو كان اكو تخطيط اصلا سليم كان المفروض بالضبط تسمح الدوله لاي انسان حتى وان كان محتاج ومضطر ان يتجاوز على الاراضي الزراعيه اللي هي المفروض يتم الاهتمام بها في سبيل تغذيه العراقيين بمنتج وطني محلي يغنيهم عن الاستيراد. يعني هاي الحكومات اللي اجتها لو حكومات صادقه بنيتها للمحافظه على ثروات البلد ومخلصه لهذا الوطن
كان سمحت اصلا بالتجاوز على المساحات الخضراء اللي ادى هذا الموضوع الى تدميرها وانشاء بيوت بطريقه عشوائيه، وكان الحل ايضا موجود للناس اللي ساكنين بالعشوائيات او الفقرة انه هي تبني لهم مجمعات سكنيه بطريقه صحيحه نظاميه حتى تحتوي هذه الاعداد فوضويه. بالضبط. هو احنا ليش احنا ضد الدوله؟ ترى احنا المتجاوز على املاك الدوله نعم. ما عندنا مانع انه يحاكم حسب القانون، لكن انت تضيع بديل اخر. انت من تيجي تستثمر تقول انا استثمر وابني مدن يعني قرى عصريه او مدن، نعم. من اللي يقدر يدفع اموال هذه المدن؟ بس وزراءكم والنواب طيب انا عندي سؤال لك سيد ابو علي. قبل تقريبا كم يوم نعم من تم قتل استهداف احد القيادات في ميليشيا حزب الله ابو باقر الساعدي في بغداد، طلعوا الذباب الالكتروني والآلة الاعلاميه للاطار التنسيقي ولايران طبعا اللي يحسبون على العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي ناشرين صوره لبيت قديم متهالك، قال لك هذا البيت اللي كان يسكنه ابو باقر الساعدي، بيت بالايجار حال كل قيادات الإطار التنسيقي، حال المقاومة، خلينا نخليها بين قوسين، تمام؟ إذا هم كلهم ويطلع عمار الحكيم يقول أنا ساكن بالإيجار، وعادل عبد المهدي يقول النثرية المليون دولار مالتي الشهرية أوزعها للفقراء، إذا هم كلهم إيدهم نظيفة ومتعففين وزاهدين، تمام؟ وعايشين بالإيجار، لعد منو الحرامية اللي عندنا؟ والله الحرامية مثل الشرفاء بالعراق اللي ما يبوبون. يعني انا استغرب من يقول لي هذا ساكن البيت، زين السياره اللي كان سايقها منين جابها؟ من ضربت؟ زين المواكب اللي نشوفها، المواكب هذه اللي نشوفها منين اجت؟ اللي يقول لي انا ساكن البيت ايجار، بعد بس زين الاكثر من مليارين دولار تخصص الى الحشد كل سنه، ذني شنو ذني؟ اللي يرحم الايران ما بدون لا ننظر فيها ولا انا باسم داعي، وحتى اسلحتهم اللي ياخذونها خاوه من الجيش ومن الشرطه. اخر كلمه انا ما اريد حكي، انا اريد اشوف بعيني، احنا نريد الفقير مبين، ترى الفقير مو يقول انا فقير وقاعد ببيت اجار، بنتذبح وتصلخ وغيرها وتسمى باسم اهل البيت، انت تقول قاعد ببيت اجار، انت منين تذبح وتصلخ؟ منين جبت هذه الاموال؟ جبت من الدوله؟ هل يرضون عمار الحكيم منين لفلاي بغداد؟ هو اللي اعرفها انا، حتى ما سجلها باسم واحد، وبالاخير طلع هذا واحد يشتغل وياه ويقول مو الي. يعني أخي الكريم للأسف كو تصريحات يقول حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. وهم يظنون لحد الآن الشعب العراقي هو الشعب اللي كان قبل 2003، اليوم طيب. الشعب وعى وخاصة بعد ثورة تشرين. أنا أشكرك سيدي. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط، أشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، إلى ظاهرة انتشار النفايات السيئة واللي تعكس صورة مشوهة لمدن العراق ومحافظاتها، رغم أن كل البلاد تتسابق، الشعب يتسابق، أو كل البلاد عفوا المحيطة بالعراق تتسابق بالنظافة وتتفاخر بها، لكن العراق في ظل حكومات الإطار التنسيقي المتعاقبة وأحزابها الفاسدة اللي تتبناها أو اللي تتباهى بكمية النفايات الكبيرة المنتشرة في شوارعها. الفيديو الآتي اللي راح تشوفوه هو لمدخل مدينة الناصرية جنوب العراق، واللي يعكس الواقع الخدمي المتردي وغياب دور البلديات في هذه المدينة وغير مدن. هذه المدينة التاريخية اللي يزورها المفروض السياح والقادمين من المحافظات الأخرى واللي يريدون يشوفون تاريخ وتراث العراق القديم، يزورون هذه المحافظات، يمرون منها باتجاه البصرة. خلونا نشوف الطرق ومداخل هذه المدن، وشلون حكومة الإطار التنسيقي، هذه الحكومة اللي جاءت بالعراق الجديد، العراق الديمقراطي المتطور، اللي أحد زعامات الإطار التنسيقي يقول لا دولة مثلكم. خلونا نشوف هل صدق في كلامه أنه عندما قال لا دولة مثلكم، أكو دولة مثل العراق بهذا المنظر؟ أبناء محافظة ذقاء، سابقا نوينا على جسر، شوف النفايات هاي موجودة على الجسر الصوتية بالسريع، ها شوفوا النفايات. طبعا هاي النفايات الوافدين ابناء محافظه ذيقاء يعني الجنوبيه البصره، يعني اذا يجون الناس يدخلون هذا مدخل رئيسي لمحافظه ذيقاء مركز مدينه الناصري، هذا شوفوه هذا كله نفايات بالجزر الوسطيه. طبعا هذا المحافظه احنا ميسين عند المحافظ،
لأن المحافظ دوام عكس الكرة الأرضية، لأن دوام شفت ليلي مدير بلدية الملتهي بالقطع الأراضي، هذا مدير بلدية. شوف النفايات، اعطينا قسم الخدمات ما سريع، هذا قسم الخدمات، هذا الإسكان، طبعا هذا ضمن القطاع الجغرافي الإسكان الخدمات، ما يطلع. شوف التراب هذا الموجود، هذا التراب على السريع، هذا التراب هذا كله على السريع، هذا متى بتصير كله طين؟ الحمد لله وشكرا هالسنة، يعني شكلك ما بضحك، مطر ماكو، يعني مو مسؤولين مرتاحين. بس احنا العتبنا شديد على اعلام الغير منصف محافظي قار، ما ينقل الواقع المأساوي محافظي قار. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر. الفيديو اللي راح تشوفوه هو من امام قائم مقامية قضاء الكوفة، يبين انتشار النفايات على الأرصفة والطريق أمام هذه الدائرة الحكومية في القضاء، الدائرة المهمة. احنا نشرنا في حلقة سابقة مشاهدينا الكرام عن انتشار النفايات أمام دائرة الماء في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، ويبدو أنها أصبحت ثقافة متفق عليها بين الدوائر الحكومية في العراق. خلونا نشوف. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في محافظة القادسية وتحديدا مدينة الديوانية اشتكى مواطنون من تحول حي العسكري إلى مكب للنفايات، وراح تشوفون بالمقطع اللي حنعرضه بعد لحظات النفايات المتراكمة منذ أشهر، والمواطنين يقولون أنه سيارات تابعة للبلدية تقوم بتفريغ النفايات في هذه الساحة. وطبعا إن صح هذا القول فهي كارثة بحق الإنسانية، كارثة بحق البيئة في العراق. خلونا نشوف. مشاهدينا الكرام، النائب البرلماني السابق والقاضي السابق وائل عبد اللطيف بلقاء تلفزيوني قديم تحدث بي عن رغبة إحدى الدول، وقتها أعتقد ذكر أستراليا، لكن تقول المصادر أنه فرنسا أيضا ربما كانت على الخط، قدموا عرض إلى العراق في وقتها إلى الحكومة الموجودة آنذاك أنه إحنا على استعداد تنظيف العراق من كل النفايات الموجودة بلا ثمن بلا مقابل بأدواتنا ومعداتنا في سبيل استثمارها لتوليد الطاقة الكهربائية في بلداننا، راح نخلصكم من النفايات بشكل مجاني وتكون صفقة عادلة للطرفين، احنا راح نستفيد من نفاياتكم نولد بها كهرباء وانتم راح تنظف شوارعكم. اعترض العراق وطلب مبلغ مالي فوق هذه الصفقة أو فوق هذه العملية حتى يرضى الفاسدون الموجودون بالسلطة، هذا بتصريح سابق لوائل عبد اللطيف. خلونا نشوف التعليقات على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. حيدر يقول حاويات النفايات قليلة والبلدية المفروض توفر عمال نظافة أكثر. عندنا تعليق من أبو علي يقول أي والله سيدنا، أي والله سيدنا، منطقة الحي العسكري منطقة منكوبة، يرجى إيصال صوتنا إلى إدارة المحافظة الجديدة. عندنا تعليق من صفاء يقول خلي المواطن يحس على نفسه شوية، ترى الدولة رغم تقصيرها ما ممكن تكون مثالية بتقديم الخدمات لمجتمع لا مسؤول. عندنا تعليق أيضا من أحمد يقول والله كل مسؤول ما مهتم ولا يمه أصلا، مجرد إعلام بس الصبح يصور من قسم الآليات ومن تطلع بأن جهد راح يطلع
وصورني وكذا، والنفايات ما حد يوصلها لهذا المكان، عبارة عن مكب للنفايات، التصوير فقط على الآليات وعلى بعض اللقطات اللي تستخدمها هاي الحكومة بالترويج لنفسها، لكن واقع الحال بأنه هذه الأماكن المنكوبة هي أماكن لا تصلها هذه الكاميرات. عندنا اتصال ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للنفايات يعني الأوساخ اللي تكون داخل المدن، نعم، هي بالدرجة الأساس تتبع إلى ثقافة مجتمع. المجتمع يجب أن يكون مثقف وواعي، حتما هاي الأوساخ والنفايات ما لها دور. إحنا ما نقول بأنه الدولة لها، صحيح الدولة لها كل الاهتمام بالمدن، لكنه مع كل هذا ذاك المواطن لازم يبادر، لازم يحافظ على بيته، لازم يحافظ على الشارع. فإذا كان المواطن هو متكاسل وهو قابل بهذا الوضع ومتكئ على الدولة أو الحكومة وهي اللي ما جاي تلبي طموح المواطن وما جاي تنفذ الخدمات، فبهذه الحالة راح كل الشوارع وكل الأماكن تلتلس بالنفايات. تمام. فلذلك أكو لازم يكون تضافر بين المواطن وبين الجهات المسؤولة حتى على مود نرتقي. طيب. بالمدن مالتنا. كلام ممتاز، كلام يعني سليم، كلام سليم وممتاز. أنا عندي بس مداخلة وياك بهذا الموضوع. طبعا إيد واحدها ما تصفق، ولا بد أنه أكو تضافر للجهود، ولا بد أنه أكو دور للمواطن في سبيل نظافة منطقته وبلده. لكن أنت، أريد أسألك أبو سيد عبد الرزاق، وين التوعية الحكومية؟ وين الأدوات اللي المفروض توفر إلى المواطن العراقي في سبيل تشجيعه على تنظيف الشوارع، تشجيعه على حصر النفايات في مكان مخصص لها؟ ثم يأتي الدور للحكومة، للبلديات اللي تقوم بإزالة هذه المكبات وهذه النفايات وطمرها في مكان معين أو إتلافها أو حرقها أو تحويلها إلى الطاقة الكهربائية مثلا، الاستفادة منها بطريقة ثانية. إحنا دنشوف الدور الحكومي موجود بالتوعية والإرشاد للمواطن؟ أكيد أستاذ محمد، ماكو أي دور للحكومة، الحكومات اللي إجت بعد 2003 هذا شيء ما يختلف عليه اثنين، بأنه الحكومات اللي إجت بعد 2003 إجت وجوبها كلها متروسة نفايات، فإجوا بالقادرات مالتهم، إجوا بأوساخهم. مع كل الأسف بعد 2003 دخلوا الحمامات هنا داخل العراق، فإجوا بأوساخهم، فهم محملين بالأوساخ، هم محملين بالنفايات، فما نترجى من عندهم بأنه أن ينظفون المدن مالتنا. فيبتما تنكنس هاي الطبقة السياسية اللي جت بعد 2003، فحتما راح تتنظف شوارعنا وتنظف المدن مالتنا وننعم بالحرية والأمان والاستقرار. أما وجود دولة فتبقى شوارعنا. طيب راح أعطيك مثال أيضا، ويمكن نذكر به أيضا الأخوة المشاهدين. تذكر حضرتك سيد عبد الرزاق المشهد اللي صار في مطار بغداد الدولي لما محمد الشيعة السوداني انتفض على المسؤول عن المطار في وقتها وبخ وأقال، تذكر؟ أتذكر. نعم. في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كان سبب المشكلة الحقيقي من مصادر داخل مطار بغداد الدولي، قالوا لي بأنه السبب في هذا الامتعاض وهذا الغضب أنه محمد الشيعة السوداني كان متوجه إلى المطار، جاء واحد من المسافرين العراقيين قال له يا معود رئيس الوزراء طب شوف الحمامات الكارثة، طب شوف المزابل اللي تارس المطار. القضية مو قضية مواطن فقط يا سيد عبد الرزاق، قضية أنه دولة مهملة. أكيد. دولة أكيد. مهملة. أكيد أكيد أكيد. يعني نعم. هذا الشيء أستاذ محمد، يعني قلت لك إحنا من نرتقي السنة ويعني نترجى من الحكومة، لأنه الحكومة نعرف كل زين. يعني الأموال اللي سرقت، الأموال اللي نهبت واللي هدرت، يعني ثروة بلد، ثروة شعب انهدرت، فبوجود هذه الطبقة السياسية، فأنا قلت لك يعني يمتى ما تنزاح هذه الطبقة السياسية
ذيك الساعة يكون لكل حادث حديث. طيب. أما وجود هذه الطبقة فتبقى الشوارع يعني على ما هي عليه من نفايات. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك. بس أيضا أريد أن أضيف لقطة شاهدتها بأمي عيني أقسم بالله، في مطار بغداد الدولي، القسم المخصص للصلاة، المكان المخصص للعبادة، المفروض يكون من أطهر الأماكن الموجودة ليس فقط في المطار بل في كل مكان في العراق. أقسم بالله شفت بأمي عيني أكياس النفايات تركت داخل المكان العبادة والصلاة، والحشرات ملأت المكان المخصص للصلاة والعبادة داخل مطار بغداد الدولي بتوثيق صوت وصورة من أحد المسافرين. شوفني اللقطة البشعة للمكان الذي يذكر فيه اسم الله، المكان الذي يقرأ فيه القرآن، المكان اللي لابد أن يدخل إنسان طاهر حتى يصلي ويتعبد، تركت فيه أكياس النفايات وملأته الحشرات. ويانا أبو علي من الديوانية تفضل. أبو علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المطار قراج العلا وقراج النابش يوصل للمطار هيك. صحيح صحيح. على كل حال يا حبيبي الكريم، تحدثت عن الاعتداء على ممتلكات الدولة، هو من اللي اعتدى عليها؟ هل ياخذها قاعد بزراعي يعني ياخذ المواطن ياخذها؟ لو هو مجلس بلدي والأحزاب اللي تاخذها. نعم. 10 منتزهات عندنا هنا بناحية غماس أخذوها مجلس بلدي. نعم. كل واحد بلاله بيد توقعد، من اللي ياخذ الممتلكات الدولة؟ الأم الحرامية من ياخذها؟ هتسمح الدولة من ياخذها؟ من يعتدي على أملاك الدولة؟ أنتم اللي تعتدون الدبل براس المواطن. طيب اذا هم يقولون احنا شرفاء، احنا وطنيين، احنا ايدنا للخير وقلبنا على الوطن ومصلحته ومهمتنا الحفاظ على ثروات البلد وحمايه الناس وتوفير حياه كريمه، اذا هم كلهم هذا لسان حالهم ويطلعون بالمنصات الاعلاميه وبالقنوات الفضائيه وبلقاءاتهم، ما تسمع منهم الا الكلام الطيب، وهم اصحاب النفوذ وهم اصحاب السلطه والمال السياسي بيدهم، وهم أصحاب الجيش والشرطة اللي يسير بأمرهم والقضاء بيدهم، شنو اللي يمنعهم من البطش بالفاسدين والقضاء على من يسرقون المال العام ويتجاوزون على الممتلكات العامة والخاصة؟ ألو حبيب، والله أنا احترقت بهم، دول عزهم سبع وجوه ما نعرف في وجه يطلعون، يومي طلعنا بوجه ساعة طلعنا أنهم أئمة، ساعة طلع داخلهم شافوا سلابة. يعني حساب الله عليك محافظ الديوانية، كل محافظ اللي يجي ياخذ 100 مليار ويطلع وراح تحاسب الدولة، وراح تحاسب الدولة على كل 10 محافظ صاروا بالديوانية سلبوا الأمة السلم ومن حاسبهم. لو كهرباء لو ماي ضريبة على المواطن، لو بالزراعة قاعد اجى كل شهر من الصبح. طيب ليش ماكو ثقافة الاستقالة بالعراق؟ ليش ما يستحون على نفسهم ويعوفون المنصب للأحق بي والأجدر بإدارته؟ ليش ماكو هذا المبدأ، مبدأ الاستقالة؟ أنا ما أقدر، أنت دا تقول إحنا محاصصة ونظام توزيع مناصب وفق الحصص الموزعة والمكتوبة والمخصصة بين الأحزاب، خلاص أنت رئيس حكومة، أنت وزير، أنت نائب برلماني، استقيلوا إذا عندكم شوية ضمير، استقيلوا إذا عندكم شوية غيرة على وحرص على هذا البلد. أنت تقول ما أقدر لأنه أنا أحارب، اترك المنصب للي يقدر. حبيبي اللي يجي على المنصب مو صاحب مكان حلال، هؤلاء كلهم تجار مقاولين، المكان المناسب ما يجيبون الرجل المناسب حلال. تمام. هؤلاء هم يعني مقاولين وحرامية. يعني قلت خاف قال لا، قالت تستحي قال لا، قالت في المقاول في المحافظ على الديوانية وسلم بيها. نعم. شكرا جزيلا أبو علي من الديوانية، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى الموضوع الأخير لدينا في الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام، إلى أزمة المياه ونقصها، حيث تظاهر أهالي محافظة ميسان بسبب نقص المياه.
اللي تسبب طبعا بنفوق حيواناتهم وتلف أراضيهم الزراعية وتحول كثير من هذه الأراضي إلى صحراء، وطالبوا الجهات المعنية بحل هذه المشكلة. الجهات المعنية اللي ما بقى أحد ما ذكرها بأزمة المياه في العراق، لكن دون جدوى. خلونا نشوف. عندنا حيوانات موتت من سبب الماء، يعني يقوم ينقز حيوان ما بي خطية ما بي واحنا نشهد الله وعدكم ونريد اللفتة ونريد الزين، يا هالزين يقول هاي عربي وزعلها باوع حيث استاذنا العزيز باوع المشروع باوع هاي الحيوانات ظل مفصة ظل بالماء، باوع هذيش السواد هذيش هايشة يجل السامع ذيش هايشة طاحت بالماء وما قدرنا نطلعها بالليل، الصبح هينا لقيناها ميتة باوع لها استاذنا العزيز. هاي اخو احنا قاطعين عن الماء ولا يخدمون لنا قطرة تيينة، يودونا للبصرة واحنا ماكو، ونرجو من الحكومة المحلية والمواقرة توصل صوتنا للسيد رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني ومظلوميتنا اللي انظلمنا من دون العساير، وهذا هسه قاعد يحل لك الهبور وماكو هاي الناس الكاتلة العطش تحرج وقاطع الشاري ناحية الرجل بس هو هذه ويد واحدة ما تصفيج شي يسوي لنا يطلع علينا يلقى ماكو ماي شي يسوي لنا بس لا فتح على هذا الزرع كله ماي كله الزرع بس الزرع ما نريد نريد حلالنا ما نطول الحيوانات ما ضبي شيء موتت من العطش حلالكم منين قاعد يشرب الماي حجيني وانتهى من ناحية الزرع العدة مياه صلى الله عليه وسلم. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام على هذا المقطع. عمار يقول أزمة كارثية سوف تضرب الجنوب والحكام في سبات عميق. حسين يقول بسبب الإهمال الحكومي وعدم الرقابة البيئية. عندنا تعليق من عبد الناصر يقول نهر دجلة مصيره إلى مستنقع بسبب المسؤولين الفاشلين والسياسات الخاطئة. وعندنا تعليق من أبو أحمد يقول علاج الماء لابد من حل نهائي والاعتماد على الآبار ونصب محطات تحلية عليها، هكذا يرى السيد أبو أحمد. طبعا احنا كنا قد عرضنا في لقاء سابق في برنامج منبر الرافدين مع أحد ضيوفنا كثير من الحلول حقيقة المتعلقة بأزمة نقص المياه وكيف يمكن للعراق أن يعالج هذه المشكلة دون الحاجة إلى التواصل بشكل دائم أو البقاء تحت رحمة دول المنبع. بإمكان العراق أن يحصل على الماء بطرق بديلة، وطريقة التحلية حقيقة هي من الطرق الممتازة في معالجة أزمة المياه، لكن ويا من تتكلم ويا من تحكي. ننتقل إلى فقرة أنت ترى. مشاهدين الكرام، أنت ترى خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من خلال أرقام معينة بإمكانكم إرسال ما توثقونه في العراق، كل شيء تصوروه، حالة معينة، مشكلة معينة، قضية تريدون توصلوها أو تطرحوها، بإمكانكم إرسالها بعد تصوير المشهد عن طريق هذه الأرقام المخصصة، وإحنا إن شاء الله نعرضها في حلقاتنا. وصلتنا هذه الرسالة تقول هذا المركز الصحي الأولي اللي وقف العمل به صار أكثر من شهر لعدم توفر السيولة المالية في محافظة بابل، لأن المحافظة مغلس عليهن على الفلوس، والناس شنو ذنبها؟ والمركز اللي كانوا قاعدين به أخذوه البلدية اللي طلع به تقرير على قناتكم قبل يومين. يقول بالرسالة صاحب المقطع نسبة العمل في المركز الصحي الأولي الجديد وصل إلى 85% من الإنجاز لكن توقف. خلونا نشوف. يالله هاي البناية المركز الصحي الجديد في ناحية اسكندرية نسبة الإنجاز تقريبا وصلت 85 ومنتظرين يصرفون مبالغ على مود يكملون بقية الأجزاء، لكن المركز الصحي خطية الناس شيلوهم، بلدية طالبت بالقاع لأن كان هو مجلس بلدي، وتدرون يعني من مظاهرات تم غلقها بأمر الشعب، لكن ساعات للمجلس البلدي أو للبلدية تسليمه. شوفوا الشغل مالته اليوم داخل المركز الجديد اللي هو كان زين، حتى شغله مرتب درجة أولى، لكن باقي على الفلوس من المحافظة لحد الآن ما قاعد يجهزون يكملون بقية المبلغ لإكمال هذا المركز. هذا
شوفوا يعني ما ان شاء الله ما بقى شيء، بس غير اكو فلوس يعني مد يكملون الاجزاء يعني ما ادري هاي المليارات وهذا المشاريع هاي الوهميه ومشاريع التبليط الفاشله، مو كان هاي اكمل هذا المركز هي خدمه الناس طبعا طابق يعني بالمناسبه. وبهذا مشاهدينا الكرام اصل معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.